مرحبا بالجميع في هذا المؤتمر الوطني للحركات الاجتماعية. سننتقل غدا إلى نابل لنعمل لمدة يوم ونصف. سنعمل على حركة المعطلين والحق في الشغل. وكانت ورشة في القصرين أعدت لهذا اللقاء وفما منطلق للنقاش. سنعمل على التشغيل الهش وعمل الحظائر وكل أشكال التشغيل الهش. سنعمل كذلك على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حتى تتفتح في تونس أكثر من جمنة. سنعمل كذلك على الحقوق البيئية اللي هي أصبحت حقوق أساسية في عدد الجهات وعدد المناطق وعدد الولايات. وسنعمل كذلك على تصور الحركات الاجتماعية في أفق الديمقراطية المحلية وما أدراك ما الديمقراطية المحلية. ونحن نفاوض على مجلة الجماعات المحلية. هذا برنامج العمل وسيكون برنامج عمل كامل يوم السبت. وسنختم هذا المؤتمر صباحة يوم الأحد بقراءة توصيات حتى نتفق على أرضية ربما مشتركة وآليات تنسيق مشتركة. لن ينتخب هذا المؤتمر أمينا عاما ومكتبا تنفيذيا وهيئة تسييرية. لن ينتخب هذا المؤتمر قيادة. القيادة ميدانية. تم مراك مساحة قبل المؤتمر يلزم نطرقوله. بدأت تقريبا بمعناتها الملتقى الصيفي في قربة بالحركات الاحتجاجية. توج الملتقى ذاك بمعناتها مجموعة من التحركات أبرزها تحرك 10 ديسمبر اللي صار قدام مجلس النواب اللي تقريبا اجتمعت فيه أغلبية الحركات الاجتماعية أو الاحتجاجية. واللي من بعدها معناتها او تقريبا منذ الملتقى الصيفي هذاك تبلورت الفكره نحو مؤتمر وطني للحركات الاجتماعيه. بالاساس هو لمزيد تفاعل الحركات الاحتجاجيه ما بينات بعضها. بالاساس هو لمزيد تشبيك العلاقات الحركات الاجتماعيه. وفي مضمونه معناتها هو بلوره تصور او توجه عام من خلال هذه التحركات او التحركات الاحتجاجيه في علاقه برؤيه وتصور واضح ينجم ما يخليش الحركات الاحتجاجيه دي في معناتها اطارها العفوي الموجود اليوم، بل تولي الحركات الاحتجاجيه تحمل مضمون وتحمل تصور ورؤيه واضحه. المشكل ان اليوم الحركات الاجتماعيه نسمعوا فيها حتى في الورشات قاعده تعيش في حاله نتاع انحسار شعبي. الحاضنه الشعبيه نتاع الحركات الاجتماعيه اليوم قاعدة تضعف، وهذا مربوط بالسياق العام اللي يمثل حالة بتاع جزر. المطروح اليوم على الحركة الاجتماعية بتقديري إنها تعاود تقرأ الواقع، تجدد خطابها، تجدد وسائل نضالها وتطورها، لكن في نفس الوقت من دون إنها تنخرط بشكل ديكوري في منظومة الانتقال الديمقراطي اللي نعرفه ليه محكومة بتوازنات داخلية وإقليمية ماهيش في صالح الشعب، ماهيش في صالح الحركة الاجتماعية، بل هي قاعدة تكرس في سياسات نيوليبرالية اللي هي ضد ما تطالب به الحركات الاجتماعية. يعني السؤال الكبير اليوم بالنسبة للحركات الاجتماعية كيفاش تواصل أن تبقى عنوان لاستئناف المسار الثوري من بالتفاعل مع الواقع ولكن من دون أن تفقد روحها الجذرية. كيفاش هذا يجاوبوا عليه الممثلين عن الحركات والجمعيات اللي موجودين لنا أكثر مني أنا؟ خطر مصباحنا نشوف في الورشات أنهم كلهم طرحين نفس الفكرة وقت ينطالبوا مطلب التشغيل أو مطلب التنمية. ماهوش مطلب جهوي يقدمه، هو مطلب وطني كامل. وقت اللي احنا عنا مشاكل الماء راهي مشكلة الماء اللي هي صارت مشكلة وطنية اليوم مطروحة على البلاد كاملة مش مطروحة على جهة برك. وقت اللي نحكيه على استنزاف الميدة المائية في حد ذاتها راهي ديجا وراها ملفات فساد كبيرة. وقت اللي أنا نخرج في الحظاير يساندوني الأخرين يتكلموا معايا على الحظاير وقت تولي موساد غدوة نمشي نخرج مع جرح الثور وما نتكلموش على الحظاير نحكوا باسم جرح الثور. معناتها كل حركة على حدك هذيك انا معاها، اما اني ضد كون نتحدوا كل ما بعضنا كل واحد يتكلم واحد تولي فوضى. انت تحبي تذكري ملفك ماكشي لاخر، انا جاي على ملفي، اش دخلني في الجرحى واش دخلني، فهمتي؟ هذا اللي نقولوه.
ثم توسع صغير قالوا نحن لا يلزم نخرج بتوسع قالوا ناخذ نحضروا برنامج باش ناخذوا على توعيه المواطنين في الجهات نعملوا بلانينغ كامل انه كان لازم في ظرف شهرين نحطوا شهرين قدام ان نتنقلوا لل 20 معتمديه لل 20 ولايه داخل بنيه ان نعملوا ورشات وندوات كان لازم نفسروا لنا ما معنى الحوكمه المحليه وشنو هو يستنى المواطن في دخوله للانتخابات المحليه. الحق في البيئه راهو مربوط بالحقوق الاخرى، ماهوش معنى كيف الحقوق الاخرى. الحق في البيئه راهو مربوط بالحق الاولاني في حقوق الانسان اللي هو الحق في الحياه. معنى كي تضرب الحق في البيئه تضرب الحق في الحياه اللي هو الاولاني، معنى بعد يجي الحق في الصحه، الحق في الـ في الـ في الـ في الـ معنى يمس الحقوق كلها، حتى يمس الحق في التشغيل والتنميه. والحقيقه كذلك الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ينحو الى فكره اساسيه تتمثل في مزيد تعزيز الإمكانات الذاتية للحركات الاجتماعية والاحتجاجية بتونس على اعتبار معناها جملة إمكانياتها البشرية الذاتية على قاعدة مطالبها وكذلك معناها رؤيتها أن تأخذ المشعل. بالنسبة للبرنامج استغلال الأراضي الاشتراكية التابعة للدولة من قبل المعطلين على العمل والدولة مش باش تفوتنا فيهم، دونك احنا لازمنا نستغلوا كما تم استغلال الأراضي بجملة، تم استغلال الواحد تاع واحد جمل، لازم نعاودوا ثم برشا أراضي وبرشا وبرشا مقرات وبرشا محلات وبرشا برشا عقارات هي تابعة للدولة، لكن لو يتم التفويت فيها ولا حتى كراءها للمعطلين كانوا ينجموا يعملوا منها يعملوا منها برشا حلول، ينجموا يوفروا منها برشا مواطن شغل، ينجموا يوفروا منها تنجم تكون حل كما كان جمنا حل. والانتخابات البلدية المعطل عن العمل هو يطالب مطلبي بطبيعته، هو كونتر السلطة. إذا 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 نحط واحد في الانتخاب يربح المواطنين على العمل مثلا انتخابات بلدية ويكونوا في البلدية الإملائية نتاع الوالي نتاع رئيس الحكومة ينجم يقول لها لا، لأنه هو قال له لا، هو بطبيعته يقول له لا ديما. لازم يكون هذا مؤتمر يصير ما يصيرش كان في تونس العاصمة، يكون جهة مرة في الشهر ومش مرة في ستة شهور في العام، حب ديما يكون موجود، فهمتي؟ ويكون عنده مثلا نعملوا مش تنسيقية زادة، نعملوا سوليسيون أخرى، فهمتي؟ أقرب شوي للمعتصمين، المعتصمين يزادوا راهم مش عمالين يقصوا راهم، خاطر توا المدة هذه مع القرارات الحكومية مع البرامج هذه ما عندهاش حتى هدف، مرمات مسقطة كيكة، مش توصلوا الحل احنا راه، باش تكبر اعتصامات والدائرة باش توسع راه. إذا كان احنا بالنسبة للفورو مش نطلبوا احنا من الفورو، نطلبوا على الأقل هو يعملنا شوية لفتة ويقرب صوتنا للحكومة. النقطة الأخرى اللي هي مهمة تحميل الاتحاد العام التونسي للشغل المسؤولية المناطة بعهدته. الاتحاد العام التونسي للشغل راهو اليوم ماهوش معناها متحمل المسؤولية كما يلزم. الاتحاد العام التونسي للشغل لازم يكون اليوم عنده موقف جريء ويلزم يحط مظاهرة هذه. صحيح فما مبادرة معناها ان القطع مع التشغيل الهشة ضايع صارت في 2012، لكن سوي وضعية الناس هذه توا صايي ما عادش نقلوا في قطاع الهش، فما عندك ناس قاعدة تخدم في الهش. عندنا رجال عندهم تجربة ونساء عندهم تجربة، يقول لك يا أخي ما ندخلش في الحيط وما نتوصلش في الحيط، يا أخويا خليني ندخل في الحيط وأنا خاسر كفانا. نعاود نرجع ان اليوم بعد حراك اعطيني حقي المسلوب في مدينة حاج العيون، ولينا تحت حراك اسمه حراك الحياة. احنا مستهدفين في حياتنا، في ماذا ننتظر؟ احنا اليوم عطاشة، في ماذا ننتظر؟ احنا اليوم بيئتنا غير سليمة، في ماذا ننتظر؟ احنا اليوم نخصم 200 دينار ويقول لك اسكت وشد دارك، في ماذا ننتظر؟ احنا اليوم الديار تكتر على الفقراء ويطبقوا قانون انه يسقطوا كان البيت اللي خذتها المراه بالاعانه مع جيرانها، البناء يعاون، المراه ماشي يعاون، 250 قرار هدف في المدينه نتاعي، ونعلم جيدا اني في مدنكم في معتمدياتكم وفي ولاياتكم اني فما قرارات هدف يطبقها كان على الزوالي والمفقر، في ماذا ننتظر؟ الفلاح اليوم العمود الكهرباء يقولوا له 3 ملايين يموت زيتونه قدامه، في ماذا ننتظر؟ اذا مانيش مش نعدد مشاكلنا راي واحده، والمشكل الاساسي هو صراع مع نظام عميل. اني كي نبدا نلوح قدام وزارة عام ونبدا نلوح قدام في وسط معتمديه عندي اكثر من عام وعامين وحتى
حتى الباب تاع التفاوض تحل، هذا يدفع الى مزيد الاحتقان، ويجب يدفع في بعض الحالات الى حركات تصعيديه. الحكومه يعني بعد جانفي 2016 في المرحله الاولى رباك الشطور كل كي وقت بعد التحركات اللي وقعت في القصرين نجريسه تجرين وفي عديد مناطق، رباك طلعوا 5 وزراء في نفس النهار وبعد صار في تصعيد باش نتبع 5000 واحد كذا كذا. بعد يبدو الحكومه هذه مش استنتاجات ولا قراءات، هذه معلومات مؤكده، معناها معطيات مؤكده. الحكومة أخذت قرار بعدم التعاطي من هذه الحركات الاجتماعية والاحتجاجية، وهذا ما يفسر تواصل اعتصامات أكثر من سنة، مثلا الاعتصام أمام وزارة التشغيل، أمام المقر الولائي في قفصة، في معتمدية سبيطة، في عديد المناطق، عدم التفاوض وعدم الحوار مع هذا. في سبتمبر الأخير مع حكومة يوسف الشاهد يبدو قرار آخر اتخذ هو التعاطي الأمني والقضائي، معناها على القضايا نتاعهم أكثر من 300 شاب اللي تحالوا على القضاء. ونعرف اليوم احنا هنالك مسألة تجريم الحركة الاجتماعي والحملة اللي تقام في بعض وسائل الإعلام حول تشويه حركة هذه أن هي سبب في تعطيل الاقتصاد وكذا الأخير نسمع فيه في الإعلام. اليوم ضرورة فتح الطوق على هذه الحركة الاجتماعية.